وقد خرجت مصر المياه نزيد من الريزيليونس باسكو شونجمون كليماتيك و غادي يديروا الكونفيرونس. عندنا انا بلد بلا يلاه تقريبا واحد 6 سنين لاننا كنا بيردو في هاد السنين الاخيره تقريبا توت ديال ليزاكور اللي كانت كنجينا دو بار لو باس، وهذا جاي خصوصا من التغيرات المناخيه. ليميتي اخافير ديال لي زون نون كونفونسيونيل في لا زون ديالنا، عندنا يلاه 6 مليون بلاصة دي سانونجي كنديروها في كازينا كوها انتاسيون دو بوتاب، ويلاه كنغيوتيليزيو تخوات خروفا وكاينين دوطخ انتركونيكسيون اللي كنشتغلو عليهم، وهما الانتركونيكسيون ديال الكومبلكس النخلة الشريف الإدريسي اللي غادي نحاول نحولو ليه الماء من الكومبلكس بن قرطان الفابري، وكنشتغلو أوسي في إطار الدراسات على الانتركونيكسيون دي باسان دو وادلا اللي فيه الماء شوي غولاتيفمون مزيان، واللي تن اترافير سا موبيليزاسيون باغ لو كومبلكس بن منصور اللي غادي نحولوه للوكوس ومن بعد السويت غادي يمشي في بلوش السويت. بالنسبه للتحميم من الفيضانات، وثانيا انه كيوفروا لنا دي ريسورس اون لو، هاد لي ريسورس اون لو اللي نقدروا نديروا بهم سكون ابيل سادير لو ديفلوبمون لوكال. دونك ابار لا كرياسيون دي بوتي بيريميت ايريغي اكسيتيرا باش نعاونوا الفلاحه ديال يحسنوا الدخل ومن بينها نسيروا حتى لا سيكوريتي اليمونتير ديال نوتخ بيي. هو فارغ راسو ولكن من بين لي كونسيكونس ايميديات ديالو لا ديمينيسيون ديال لي ريسورس اون. ثانيا عندو لامبليفيكاسيون ديال لا فيغاليو ديال ريسورس اون على كونديسيون، لانه ما حد الماء كيكون قليل لي كونسونتراسيون ديال توت لي بوليون كتطلع، وحتى الا كان شي بوليون اكسيدونتيل كتكون صعيبه اننا نتغلبو عليها. كنت غادي نتشكرك بهذا العرش على غير مكانين. نعم سيدي الاعزاء المرضى، ان هذا اليوم الذي يستلم مضمونه من توجيهات المنيره التي تجسد عينيه الفئه التي تحتوي على السياسه الماليه لدى